السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل القلوب توحدت في حبها، فهي المليكة والهوى والتاج، لغة حباها الله سحر بيانه، فكأنها بين اللغات سراج. ولها كتبت قصائدا عشقية، يفنى الزمان ونورها وهاج. لغتي وأفخر إذ بليت بحبها، فهي الجمال وفصلها التبيان. عربية لا شك أن بيانها متبسم في ثغره القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب مع باقة عطرة من ورود الياسمين والرياحين. أهلا ومرحبا بكم جميعا ضيوفنا الأعزاء. يسعدني أن أكون معكم في التقديم من فريق منصة أريد الدولية، الأستاذة صفا محمد علي، بكالوريوس تربية حاسبات من جامعة الموصل، وباحثة في كلية علوم الحاسوب والرياضيات. أسعد وأتشرف بكم جميعا عبر منصة دولية عربية، منصة أريد الدولية للعلماء والخبراء والباحثين، وبرعاية الجامعات والمؤسسات العلمية الشريكة للمنصة، وبرعاية قسم الترجمة والتدقيق اللغوي في منصة أريد الدولية، لننطلق معكم في رحلتنا العلمية المشوقة لليوم الخامس والأخير من الدورة التدريبية المجانية والموسومة بعنوان "ما لا يسع المدقق اللغوي جهله"، لنبحر اليوم في رحلة عن القواعد الإملائية وعلامات الترقيم، لأن إتقان هذه القواعد هو مفتاح الكتابة الفصيحة والتعبير الواضح. فالقواعد الإملائية تمنع الأخطاء الإملائية التي قد تسبب الإرباك وسوء الفهم، وعلامات الترقيم تجعل الكتابة أكثر تناسقا وتساعد القارئ على الفهم السليم ولتحسين الكتابة وتوصيل الأفكار بوضوح وإقناع، وكيفية تطبيق هذه القواعد والعلامات في الكتابة. ندعوكم للانضمام معنا الآن لنبدأ على بركة الله مع كوكبة طيبة من علمائنا الأفاضل، نبدأها مع سعادة الأستاذ بلال البراق، طالب باحث بسلك الدكتوراه بمختبر قضايا التجديد في الدراسات الإسلامية والإنسانية من المغرب، مديرا لهذه الجلسة مشكورا مأجورا. تفضل أستاذ بلال، معكم الصلاحية. بارك الله فيكم أستاذة صفاء على هذا التقديم المتميز، وشكر لكم هذا الجهد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيسعدنا في قسم الترجمة والتدقيق اللغوي في منصة أريد الدولية للباحثين والعلماء الناطقين بالعربية لقياكم مجدداً في هذه الدورة التدريبية الموسومة بعنوان "ما لا يسع المدقق اللغوي جهله" في هذه الأيام الخمسة المباركة، حيث صاحبنا في كل يوم أستاذ متخصص في مجال من المجالات التي يحتاجها الباحث في التدقيق اللغوي لبحثه. وقد كانت البداية في اليوم الأول مع الأستاذ الدكتور فادي صقر عصيدة، الذي حدثنا عن موضوع مسائل الصرف الشائعة لاستخدامها في التدقيق اللغوي. ثم صاحبنا في اليوم الثاني فضيلة الأستاذ الدكتور صالح فليح المذهان في موضوع أخطاء النحوية في البحوث العلمية. ثم حطت بنا فضيلة الأستاذة الدكتورة أميرة زبير سنبس الرحال، وحدثتنا عن موضوع المعاجم اللغوية العربية وطرائق البحث فيها. ثم خلفتها فضيلة الأستاذة الدكتورة لمياء عبد الله الشمري، وحدثتنا كذلك عن موضوع صياغة الجملة والأخطاء الشائعة فيها. ونواصل مع فضيلتها، وإن كان مقررا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور بسام الأغبر، لكن للظروف التي تعلمونها وللظروف التي يمر بها إخواننا في فلسطين والحصار الخانق
نسأل الله أن يفرج ما بهم وينصرهم على عدوهم. فتطوعت فضيلة الأستاذة الدكتورة لمياء الشمري لتكمل هذا اليوم التدريبي وتحدثنا عن موضوع لا يقل أهمية عما سبق من المواضيع، وهو موضوع القواعد الإملائية وعلامات الترقيم. إن كان فضيلة الأستاذ الدكتور بدر الدين الزيتي لم يقصر في التعريف بفضيلة الأستاذة لمياء الشماري، إلا أنني أجد حاجة كذلك لوقفة تعريفية بجهدها وبما كرست به حياتها في خدمة اللغة العربية. أستاذتنا الفاضلة الدكتورة لمياء الشماري أستاذة مساعدة الأستاذ المساعد في من جامعة بغداد بكلية التربية ابن رشد، لها الدكتوراه من هذه الجامعة والماجستير كذلك أيضا. تخصصها الدقيق في الماجستير في الصوت والصرف وفي الدكتوراه المعجم. عملت في وزارة التربية على مدى 20 سنة، منها 15 سنة في التصحيح اللغوي والسلامة اللغوية وفي كيفية تدريس اللغة العربية للمعلم والمدرس والمشرف من شمال العراق حتى جنوبه. لديها خبرة لغوية في المناهج وكذلك خبرة علمية راكمتها كل هذه السنين في عملها. تعمل حاليا تدريسية في الجامعة العراقية بكلية التربية للبنات قسم اللغة العربية، وهي كذلك مسؤولة عن الشؤون العلمية لهذا القسم. هذا مختصر المختصر عصارة، حاولت فقط أن أقتطف موجزا من سيرتها العلمية الحافلة. وإلا فأستاذتنا الفاضلة لها يعني الكثير مما أنجزته في مسيرتها المهنية. إذا بعد هذه السيرة أيها المتابعون الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، أنا موقن بأنكم متشوقون ومتعطشون لما ستسمعونه من الأستاذة من معلومات وإرشادات منهجية عن طرائق توظيف علامات الترقيم نظرا لأهميتها ومدى حاجة الباحثين إليها في الكتابة والبحث. لذلك أترككم مع فضيلة الأستاذة لتحدثنا عن موضوع القواعد الإملائية وعلامة الترقيم، فلها الكلمة مشكورة مأجورة. تفضلي أستاذتنا الفاضلة، لك الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا للأستاذة صفا والأستاذ بلال، حياكم الله جميعا أساتذتنا الأفاضل. نكمل اليوم على بركة الله الدورة التدريبية المجانية بعنوان ما لا يسع المدققة اللغوية جهله، واليوم الخامس في موضوع القواعد الإملائية وعلامات الترقيم. تعد مادة الإملاء من الموضوعات المهمة والتي تكون مترابطة مع علم الصرف، وكذلك تكون مع في الخط وفي الكتابة. الإملاء تعلم الإملاء في اللغة العربية مهم جدا، وذلك لوقوع الكثير من الأخطاء في كتابة أو في رسم بعض الكلمات، ولا سيما الكلمات التي تحوي الهمزة أو التاء المربوطة أو التاء المفتوحة، وكذلك رسم من رسم الكلمة، رسم الهمزة في الوسط وفي أول الكلمة وفي آخر الكلمة، وكذلك رسم الألف اللينة والضاد والظاء. ثم في نهاية هذه المحاضرة بإذن الله سأتكلم على علامات الترقيم. بالمناسبة التكلم على وليس التكلم عن، والحديث يكون عن، وذلك لخصوصيته، لذلك سمي كلام الله سبحانه وتعالى الكلام والحديث بالحديث النبوي الشريف. هنا نبدأ بإذن الله بمقدمة بسيطة، أحاول ألا أطيل في المقدمات، وذلك للمادة الكثيرة في هذه المحاضرة ومحاورها. تعلم الإملاء هو مهم جدا، ونحتاجه كما نحتاج مع فروع اللغة العربية كافة، ممثلة
بقواعد اللغة العربية وكذلك الصرف والدلالة والصوت، وممكن أن يكون الإملاء داخل في موضوع علم الصرف، ويمكن أن يكون على حدة لأنه مع باب أو مع موضوع الخط والكتابة. حري من سدنة العربية وعلماء ومثقفين أن يعوا الخطر الذي يحيط بألسنتنا فنكون محتلي الأوطان والألسن، إذ هم هنا تكمن المشكلة، ولا بد من وضع الحلول الكفيلة بالحفاظ على عربيتنا فصيحة. وتعلم الإملاء هو عملية التدريب على الكتابة الصحيحة لتصبح عادة يعتاد عليها المتعلم، ويتمكن بوساطتها من كتابة آرائه ومشاعره وحاجاته وما يطلب إليه نقله إلى الآخرين بطريقة صحيحة. أما الهدف من معرفة القواعد الإملائية فهو أولاً التعبير الصحيح والكتابة بطريقة سليمة، مثل ما ذكرنا يوم أمس، يجب أن يكون التعبير والكتابة صحيحة في الجملة وفي صياغة الجملة وما يعتريها من موضوعات ذكرت يوم أمس. علينا أيضا أن ننتبه إلى رسم الكلمات وكتابتها بطريقة صحيحة خالية من الخطأ. أحيانا هذه الأخطاء تؤدي إلى تغيير في المعنى وتغيير في الدلالة، وبالتالي عدم إيصال الفكرة المراد إيصالها إلى السامع. فالتدريب على الكتابة الصحيحة يقودنا إلى تجنب الوقوع في الخطأ ابتداءً، ويقيناً عواقب الفهم الخاطئ لما يقرأ. وكذلك إن تعلم القواعد الإملائية يضمن لنا كتاباً رسمياً سليماً لغة وصياغة مصوناً من كل دخيل وعامي، وذلك لأن هذا الكتاب بأنواعه طبعاً سفير الجهة الكاتبة عفوا والمتحدث الذي يحمل توجيها وإرشادا أو عقابا أو ثوابا، والمبين الذي يفسر قانونا أو إجراء. فكلما كان رسم الكلمة فيه سليما كانت الفكرة أكثر وضوحا. ذكرنا قبل قليل أكثر الأخطاء في القواعد الإملائية هي طريقة رسم الهمزة في مواقعها المختلفة، وقد تبحرت الدكتورة أميرة سمبس مشكورة في بيان الهمزة في المعجمات والفرق بينها وبين الألف. نحن تعودنا في المدارس وكذلك في الجامعات، أحيانا يصل الطالب إلى الجامعة ويقول إن حروف العربية عفوا هي 28 حرفا، نقول إن حروف العربية هي 29 حرفا مع الهمزة، لأن الهمزة يختلف عن الألف. وذكرنا أيضا أن الألف ما هي إلا حركة ممدودة من الفتحة، الفتحة جزء، والألف هي حركة وليست حرف، لذلك تتغير في تصاريف الكلمة. لذلك بعض الكاتبين يتعاملون مع الهمزة معاملة الألف، فتحدث هذه الأخطاء للأسف. كذلك الخلط بين كتابة الألف القائمة والألف اللينة على صورة الياء المهملة، سنذكرها أيضا بعد قليل إن شاء الله. وكذلك الأخطاء في التاء المربوطة والتاء المفتوحة، والمشكلة الأكثر هي الضاد والضاء وكيفية رسمها وعلامات الترقيم أيضا. العلاقة بين القراءة والكتابة، بالمناسبة نقول العلاقة ولا نقول العلاقة، لأن العلاقة هي بين شيئين، والعلاقة مأخوذة من التعليق، تعليق الشيء في مكان ما. والعلاقة بين القراءة والكتابة علاقة جدلية، فوجود الأولى مرتبط بوجود الأخرى، إذ يؤثر كل طرف في الآخر ويتأثر فيه. ونخلص من هذا إلى أن لا جدوى من تعلم فن من هذين الفنين اللغويين من دون تعلم الفن الآخر. إذن الكتابة والقراءة هما مهارتان مهمتان للوصول باللغة العربية بطريق كتابة صحيحة ونطق صحيح. عندما نتعلم القراءة والكتابة نكتسب مهارات تمكننا من حل رموز مكتوبة، فعندما نتعلم مهارات لا تتعلق بأشياء موجودة
فما جدوى تعلمنا إياها، وذلك يصدق أيضا على الكتابة. السؤال هنا، هل تتدخل الكتابة في تحديد الجودة في القراءة؟ وتتدخل القراءة من جهة أخرى في تحديد الجودة للكتابة؟ الجواب بالتأكيد نعم. حتى تقرأ جيدا لابد من أن تصف المقروء، وهو مادة مكتوبة بالصفات الآتية: وضوح الكتابة، مراعاة علامات قواعد الإملاء وعدم الخروج عليها، لئلا يظل اللسان في قراءة كلمة لأنها مرسومة على غير ما ينبغي لها. إذا مهمة جدا مسألة المصاحبة أو مسألة الربط بين الكتابة والنطق، فهذا له الأثر البالغ في وصول النص إلى الكمال بإذن الله. فإذا لم يتحقق هذان الشرطان، فإن القراءة تصبح فاسدة واللسان متلعثم، عفوا متلعثما، وإن تحقق أصبحت القراءة متصفة بالجودة والحسن، فللكتابة أثر في القراءة وهو أثر واضح بين. نبدأ الآن بأول أو مشكلة من مشكلات رسم الكلمات أو من القواعد الإملائية في رسم الهمزة. نقول أن الهمزة في أول الكلمة هي همزة، هما همزتا قطع والوصل. همزة القطع ومواضع كتابتها في كتابتها عفوا في اللغة العربية، هذه الهمزة هي تأتي دائما في بداية الكلمة، وكذلك همزة الوصل تكون في بداية الكلمة، لكن لكل منهما فرق في الكتابة وكذلك فرق في النطق واضح وبين. فهمزة القطع هي الهمزة التي ينطق بها دائما، سواء أكان في بدء الكلام أم في درجه، وتلحق ألفها في الكتابة العلامة، هذه العلامة الواضحة أمامكم، وهي رأس حرف العين والتي تدل على القطع. هذه العلامة هي رأس لحرف العين من كلمة قطع، التي تدل على قطع النفس حينما ننطق بهذه الهمزة. فأين نجد هذه الهمزة، همزة القطع؟ نجدها في أول الأسماء جميعها، في أول الأسماء، يعني كل الأسماء ما عدا الأسماء الموجودة أمامكم: ابن وابنة واسم واست وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيم وأيم. هنا هذه الكلمات شاهدتم أو سمعتم كيف نطقت، هي هذه الهمزة موجودة لكنها لا تنطق، هذه همزة الوصل. فكل الكلمات أو كل الأسماء عفواً في أولها همزة تكون قطع ما عدا هذه الأسماء. في أول الأحرف أيضاً: إلى، إذ، إذا، إن، أو، أم، عدا، ال، فهمزتها للوصل. سيقول قائل: لماذا رسمتم الهمزة ال هنا؟ أقول لكم هنا لأنها لم تتصل بكلمة، فنعدها حين التعداد نرسم عليها همزة القطع لأننا لا يمكن أن ننطقها بلا حركة. في أول الفعل الماضي ومصدره: أخذ أخذا، وأنس أنسا، وأبى إباء، وأفل أفولا. هنا ما معنى الفعل الماضي؟ ذكرنا يوم أمس هو الفعل الماضي الذي يدل على حدث حدث في الزمن الماضي، وعلاماته عفوا هو يلازم حالة البناء، يأتي بأشكال متعددة، منه الصحيح ومنه المعتل، منه المثال ومنه الأجوف ومنه المهموز. فمن هذه الأفعال التي تكون صحيحة تدخل عليها أو أصله في أصل وضعه بدايته همزة، فإذا كان ثلاثي وأوله همزة كانت همزته قطعا. كذلك في أول الفعل الماضي الرباعي وأمره ومصدره، عفوا وأمره ومصدره: أسرع، أسرع، إسراعا، أنصت، أنصت، إنصاتا، أفتى، أفتي. طبعا هنا هذه الكلمة حذف حرف العلة منها، وذلك لأنه معتل الآخر. افتاء، أدام، أدم، إدامة، اكتب،
أدرس هنا في الفعل المضارع، العفو، في الفعل المضارع المبدوء بالهمزة. هنا أكتب، هكذا تنطق، أدرس، أسلم، أشرع، أدرس، أنشد، أدرب، أفوز، أقول. طبعا هنا نطقتها في حالة الرفع، تتغير آخره بحسب إن كان منصوبا أو مجزوما. فالفعل المضارع المبدوء بهذه الهمزة، هذه الهمزة تسمى همزة التعدية، لأن المعنى الأساس التي جيء بها هي لجعل الفعل متعديا إلى مفعوله مباشرة. ثانيا، همزة الوصل ومواضعها. أنهينا همزة القطع، نأتي الآن إلى همزة الوصل. ماذا نقصد أولا بالوصل؟ العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك، وهناك كلمات تبدأ حروفها بساكن، لذا يتوصل إلى النطق بها بألف متحركة مجردة من العلامة التي هي لعلامة همزة القطع، ولا ينطق بها في درج الكلام، وتكتب ألفها مقرونة بالكتابة بالعلامة، عفوا، هذه العلامة الماثلة أمامكم عفوا، أو غير مقرونة بهذه، وهذه العلامة مأخوذ شكلها من حرف الصاد من كلمة وصل. هذه العلامة مأخوذة، هي المفروض جزء من الصاد، وليس هكذا رسمت مادة، فلأن الفرق الكبير صوتيا بين همزة القطع وهمزة الوصل أن همزة القطع يقتطع النفس بها حين النطق، لذلك من طرائق معرفة همزة القطع أننا نضع حرف عطف قبلها لنعرف هل تنطق هذه الهمزة أم لا تنطق، لنتميز أو لنميز بينها وبين همزة الوصل. ما مواضع كتابة همزة الوصل في أول الفعل الماضي؟ الخماسي. ما معنى الخماسي؟ الحرف، الفعل الذي يتكون من 5 أحرف. إذن في أول الفعل الماضي الخماسي، وأمره ومصدره. استمع، استمع، استماعا، وانتظر، انتظر، انتظارا. كذلك في الماضي السداسي وأمره ومصدره. استعمل، واستأذن، واستغفر، واستصلح. استعمال، استعمل، استأذن، استئذان، واستغفر، استغفر، استغفار، واستصلح، استصلح، واستصلاح. كذلك في أول فعل الأمر الثلاثي، قرأ، هنا هذه همزة، واكتب، وانهض، وادرس. نلاحظ حين ننطق هذه الأفعال لا مباشرة ننتقل إلى القاف الساكنة في قرأ والكاف الساكنة في اكتب، وكذلك في الفعلين الآخرين. في أول الأسماء المبدوءة بال، القمر، الشمس، الضحى، الشجر، هنا هذه تسمى هذه ال هي ال التعريف، وتكون هي همزتها همزة وصل وليست همزة قطع. قبل قليل ذكرنا أيضا في الأسماء ابن وابنة واسم وامرؤ وامرأة واثنان واثنتان وأيم وأيمن. مواضع هذه الهمزة، قبل الدخول إلى مواضعها، أقول إن همزة الوصل وهمزة القطع حينما نريد أن نفرق بأبسط طريقة نضع حرف قبلها لنعرف. فإذا قلنا سنقرأ، عفوا، أقرأ وأكتب الدرس، أنا أقرأ وأكتب الدرس هنا وأكتب، هذه الواو حينما دخلت نطقنا الهمزة فهذه همزة قطع، وسنتبين أيضا بالأمثلة وبالتطبيقات على ذلك. تحذف هذه الهمزة، همزة الوصل، لفظا وكتابة في المواضع الآتية: من كلمة اسم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، شرط أن تكون هذه البسملة كاملة. فماذا نعني بالبسملة الكاملة؟ هي أن يذكر بعدها بسم الله كامل، بسم الله الرحمن الرحيم، خصص الله سبحانه وتعالى بهذه المزية، وأن يكون حرف الجر الباء بها تحديدا، فإن دخل عليها حرف آخر غير الباء كتبت الألف في نحو لاسم الله حلاوة في القلب وليس كاسم الله اسم. فهنا تلاحظون أن الهمزة
موجودة، همزة اسم موجودة، وذلك لانتفاء شروط حذفها لأنها ليست البسملة الكاملة. فهذا هو الموضع الأول. وأن تكون أيضا لفظة اسم مضافة إلى لفظ الجلالة، فإن أضيفت لغير لفظ الجلالة كتبت من نحو اقرأ باسم ربك الذي خلق، هنا نص قرآني، فكتبت هذه الهمزة ولم تحذف حينما نقول باسم الشعب أو باسم القانون كذلك. كذلك تحذف همزة الوصل من كلمة ابن إذا كانت صفة مفردة واقعة بين علمين ولم تقع في أول السطر. هنا الحضور الكرام، أضع بين أيديكم إلى نهاية المحاضرة الإجابة عن هذا السؤال: هل الهمزة في ابن هي أصلية أم غير أصلية؟ هل الهمزة في ابن هي أصلية أم غير أصلية؟ أترك هذه الإجابة في نهاية المحاضرة بإذن الله. فحينما نقول محمد بن عبد الله وطارق بن زياد، هنا حذفت، وذلك لأنها وقعت بين علمين، محمد وعبد الله وطارق وزياد. فإن محمدا هنا حذفت منه التنوين، وحذفت منه من الصفة بن، وأصلها ابن، همزة الوصل، وتثبت في غير هذا الموضع من نحو محمد. لو أردنا التعريف به قلنا محمد ابن عبد الله، لمن قال من محمد فابن هنا خبر لمحمد. نأتي هنا إلى الفرق بين همزة الوصل والقطع. نفرق بين همزة الوصل والقطع في الأسماء بالتصغير، فإن ثبتت بالتصغير فهي همزة قطع، وإن سقطت فهي همزة وصل، نحو أب وابن، عفوا، أب وابن، فالهمزة في أب همزة قطع لأنها تثبت في التصغير فنقول أبي، والهمزة في ابن همزة وصل لأنها تسقط في التصغير لأنك تقول في تصغيره بني. هنا انتبهوا إلى هذه عفوا الملحوظة. ونفرق أيضا بين همزة الوصل وهمزة القطع في الأفعال بأن تكون ياء المضارع منه مفتوحة أو مضمومة، فإن كانت مفتوحة فهي همزة وصل، نحو اجتمع يجتمع، واتحد يتحد، واشترك يشترك، وابتدأ يبتدئ، واستخرج يستخرج، وانطلق ينطلق. لكن إذا كانت مضمومة فهي قطع، نحو أجملونا، يجمل ويحسن وما أشبه ذلك، لأنك تقول في المضارع منه يجمل ويحسن. وهمزة مصدره أيضا همزة قطع كالفعل، إن وإنما كسرت من إجمال ونحوه لئلا يلتبس بالجمع، فلو قالوا أجمل أجمال بفتح الهمزة في المصدر لالتبس بجمع جمل، فلما كان ذلك يؤدي إلى اللبس كسروا الهمزة لإزالة اللبس. وهذه من الخصائص المميزة للغة العربية، أنها تكون المعالجة في تغيير بنية الكلمة لتؤدي بنية أخرى ودلالة أخرى. إذن أنهينا الفرق بين همزة الوصل والقطع، ومواضع كتابة همزة القطع وهمزة الوصل، ومفهوم همزتي الوصل والقطع. نأتي الآن، إن كان لديكم سؤال لا مشكلة في ذلك، ممكن ترفعون الأيدي وأبلغ وأجيب. رسم الهمزة في وسط الكلمة، إن الشكل والضبط ويقصد به وضع الحركات. قلنا يوم أمس أن الحركات القصيرة والحركات الطويلة وكذلك دورها في بنية الكلمة وكذلك في تغيير أواخر الكلمة، يعني تغيير صرفي وتغيير نحوي، لها دور كبير، وذلك لأنها أنصاف حروف وليست حروف كاملة، بل هي أصلاً حركات، لذلك تسمى صائت ونصف صائت. وهذه الحركات الضمة والفتحة والكسرة وعدمها السكون على الحروف مهم جدا، يعني ضبط هذه الصوائت القصيرة، طبعا تسمى صائت قصير، والألف والواو والياء يسمى صائت طويل،
يشكل مصدرا رئيسا من مصادر الصعوبة عند الكتابة الإملائية للهمزة، فالطالب قد يكون بمقدوره رسمها رسما صحيحا، لكن الهمزة حين تتحرك يختلف رسمها وشكلها، وحين لا يكون بوسعه أن يضع ما تحتاج إليه الهمزة من حركات يؤدي إلى إخفاق الكثير في ضبط رسم الهمزة. حتى يعني بعض المتخصصين أيضا تكون لديهم بعض الإشكالية في رسم الهمزة، فيعودون إلى ما قاله علماء العربية في تجويز ممكن يكون أكثر من رسم للكلمة، أو ممكن يكون شاذ لقاعدة، يعني لكل قاعدة شواذ. فالعودة إلى ما قاله العلماء في ذلك هو الحكم والفيصل في مسألة رسم هذه الكلمة، وكذلك المسائل الصوتية أيضا تؤثر في رسم هذه الكلمة، فنحتاج إلى بعض من الثقافة أو جزء من الثقافة الصوتية ومعرفة الصفات القوية والصفات الضعيفة في الأصوات. فقط ممكن نقول صفات قوية وضعيفة، نحن لدينا الكثير من صفات الأصوات، منها المجهور والمهموس، ومنها الرخو والمتوسط، ومنها المهموس أيضا، يعني كثير من الصفات هي تؤثر في قوة وضعف الكلمة، وقد تناولنا بعض منها يوم أمس. علامات الإعراب والهمزة المتوسطة، إذا ما علاقة ما قلنا بالحركات الفتحة والضمة والكسرة؟ ما علاقتها بالإعراب، هذه علامات الإعراب ما علاقتها بالهمزة المتوسطة والمتطرفة؟ ابتداء علينا الانتباه إلى الآتي: علامات الإعراب ثلاثة، الكسرة والضم والفتحة، والكسرة أقوى هذه الحركات تليها الضمة، هذا مذهب العلماء الأعم، لكن أؤيد أن الضمة هي أقوى هذه الحركات، ولكل فريق من الفرق يؤيد العفو لديه حجة ودليل في تأييد ما يرى. فالفتحة ثم السكون، إذا لم توجد حركة على الحرف فالسكون أضعف أنواع الشكل والضبط، لكن لكل حركة حرف مد يناسبها، الكسرة يناسبها الياء، والضمة يناسبها الواو، وكذلك الفتحة يناسبها الألف. عند كتابة الهمزة، هنا ندقق ونلاحظ أن عند كتابة الهمزة نلاحظ حركتها وحركة الحرف الذي قبلها، ونكتب الهمزة على ما يناسب أقوى الحركتين من أحرف المد الياء والواو والألف. يعني اختصار لهذه القاعدة: الهمزة بحركتها أو حركة ما قبلها. تمام؟ الهمزة بحركتها، يعني إن كانت هي صاحبة حركة قوية تكتب على الحرف الذي يناسب، أما إذا كانت هي حركتها ضعيفة لكن هناك حركة أسبق منها سابقة لها في الحرف الذي قبلها، ستكون متأثرة بهذا الحرف فتكتب على ما يناسب ما قبلها. فكيف تكتب الهمزة على الياء، أو لماذا تكتب الهمزة على الياء إذا كانت إحدى الحركتين الكسرة؟ سنقرئك، سئل، فئة، جئتك، وئام، ينشئهم مطمئن. لو نلاحظ أن الراء مكسورة، هنا الهمزة هي في أصلها مكسورة، فئة، جئت، هنا الهمزة جئ، الهمزة ساكنة، ما قبلها مكسور، فهذه القاعدة تنطبق على هذه الكلمات إذا كانت هي متحركة بحركة قوية أو مسبوقة بحركة قوية أو حركة معينة تكتب بحسب هذه الحركة المعينة، لأن الياء تناسب أقوى الحركات وهي الكسرة، فلذلك كتبت على كرسي الياء. أيضا إذا كانت مكسورة بعد كسر، يعني التقت كسرتان متهيئين مهنئين وتنشئين. كذلك إذا كانت مكسورة بعد ضم، قلت لكم يعني هناك من العلماء من يقول أن الضم أقوى من الفتحة، أقوى من الكسرة، ومنهم من يقول أن الكسرة أقوى من الضمة. فهنا سئل، رؤيت، هنا غلبت قوة الكسرة على ضمة الراء في رؤيت وضمة السين في سئل،
وضمت الواو في وئدة. بالمناسبة الواو في وئدة هنا ليست حرف مد، وإنما هي حرف لين، نصف مد ممكن نقول عنه أو نصف صاعد، لأنه لم يكن ساكنا مسبوقا بما يجانسه، أي ليس حرف مد صاعد طويل. إذا كانت مكسورة بعد فتح، هنا أيضا جاءت مكسورة، هذه أئم، الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية ساكنة، العفو مكسورة، ويطمئن يطم الميم مفتوحة، لذلك رسمت على كرسي الياء لأنها أصلا مكسورة، ولئيم هنا أيضا جاءت على كرسي الياء. إذن واضحة الفكرة أن الهمزة المتوسطة تتأثر بحركتها أو الحركة السابقة لها. ممكن إذا كانت مكسورة بعد ساكن أيضا، سائل، الألف جاءت ساكنة، جزيئة، وأفئدة، متفائل، رسائل، كلها تطابق القاعدة التي ذكرت. مفتوحة بعد كسر، تبرئة، بديئة، رئة، سيئة، وتهدئة، وغيرها من الكلمات. وإذا كانت ساكنة بعد كسر، هنا الأسدان، وفئران، مئزر، وجئت، هنا جاءت الجيم مكسورة والميم مكسورة والفاء مكسورة، كلها لذلك كتبت على كرسي الياء لأن الهمزة في كلها كانت ساكنة. إذا كانت مضمومة بعد كسر، ظمئ، وسيئون، وقارئون، أيضا هنا جاءت على كرسي الياء لأن ما قبلها مكسور. إذا نخلص من هذه الكلمات ومن هذه التطبيقات إلى أن الهمزة المتوسطة على كرسي الياء إن كانت مكسورة مهما كانت حركة ما قبلها، أو إذا كان ما قبلها مكسورا مهما كانت حركتها. هذه القاعدة كانت من ضمن أدلة، هذه الضوابط أيضا من ضمن أدلة من يقول أن الهمزة هي العفو أن الكسرة هي أقوى من الضمة. متى تكتب الهمزة على الواو؟ إذا كانت إحدى الحركتين الضمة والأخرى الفتحة أو السكون أو الضمة. مؤونة، ملؤه، تؤاخذ، مؤنس، شؤون. انتبهوا إلى النطق، مؤونة، ملؤه، تؤاخذ، مؤنس، وشؤون. نلاحظ غلبة الضمة لذلك رسمت على الواو. إذا كانت مضمومة بعد ضم، رؤوس، كؤوس، كذلك مضمومة بعد فتح، مؤونة، ويؤوب، وقؤول، هنا من ضمن المشتقات. إذا كانت مفتوحة بعد ضم، فؤاد، مؤنث، مؤيد. تلاحظون أن الهمزة هنا تنطق مفتوحة لكن غلبت ضمة ما قبلها فكتبت على الواو. إذا كانت ساكنة بعد ضم، بؤس، مؤمن، رؤية، يؤلم، يؤثرون، ومؤنس. هذه أيضا كلها ساكنة الهمزات فيها لكنها مسبوقة بضمة. مضمومة بعد ساكن، مسؤول، مسؤولية، مشؤوم، والكثير يكتب مسؤول على كرسي الياء. بعض المجامع اللغوية، السيطرات النوعية في اللغة العربية جوزت كتابة كلمة مسؤول، لكن لو عدنا إلى القاعدة الأساسية أو القاعدة الصحيحة أو الرسم الصحيح الفصيح هو مسؤول، أنها تكتب على الواو بعدها واو لأنها مسبوقة مضمومة مسبوقة بساكن. متى تكتب على الألف؟ إذا كانت إحدى الحركتين الفتحة والأخرى السكون، كلا الحركتين ضعيف أو فيه من الخفة ما فيه، مثل سأل ورأي واسأل القرية، هنا مثال على همزة الوصل أيضا واسأل، كتبت الهمزة على الألف. هيئة، والكثير يكتب أيضا، بعض المجامع اللغوية أيضا جوزت رسم هيئة على الياء، لكن الصحيح هي هيئة على الألف. وعلى وفق الآتي، إذا كانت مفتوحة بعد حرف مفتوح، سألة، تتألم، مكافأة، مفاجأة، كلها مفتوحة
وهي مفتوحة وما قبلها مفتوح. ممكن تكون مفتوحة بعد حرف ساكن فجأة، مسألة، مرأة، هيئة، هذه الياء ساكنة في هيئة. إذا كانت ساكنة مسبوقة بحرف مفتوح، يأخذ، مأمور، بدأت، مأدبة، شأن، فأس، وفأر. هذه هي المواضع التي ترسم فيها الهمزة على الألف. السؤال الآن، متى تكتب الهمزة مد فوق ألف؟ إذا جاءت بعد فتح أو بعد ساكن وتلتها ألف المد أو ألف التثنية أو علامة جمع المؤنث السالم التي هي الألف والتاء. مآثر، هكذا هو الأصل في الكلمة الأولى، وهكذا كتبت مد. ظمآن، مبدأ، مبدأان ومبدأان، هكذا تكتب. الكثير يخطأ في هذا، في رسم هذه الكلمات. منشأة ومنشآت، مكافأة، مكافآت. هنا وضعت الرسم موضحا قبل الجمع هذه الألف مع الهمزة. تكتب الهمزة منفردة على خلاف القاعدة، يعني لا تكتب لا على الواو ولا على الألف ولا على الياء، تكتب منفردة متى ما كانت مفتوحة بعد ألف ساكنة. هي مفتوحة، لو ليست مثل كلمة مسائل، لا، هنا تساءل، تفاءل. وكذلك بعد واو سموأل، موبوءة، مملوءة. فانتبهوا إذا كانت ساكنة بعد، إذا كان ما قبلها ساكن أو بعد هو واو ساكنة تكتب هكذا، فانتبهوا إلى هذا الرسم، جزاكم الله خيرا. نأتي الآن إلى الهمزة المتطرفة، آخر نوع من أنواع الهمزات في العربية. رسم الهمزة المتطرفة إذا كان الحرف الذي قبلها مفتوحا. انظروا لماذا نقول الحرف الذي قبلها؟ لأن الهمزة حركتها هنا هي حركة إعراب متغيرة، فنلاحظ همزة ما قبلها فترسم على الألف إذا كان ما قبلها مفتوح. بدأ، ملأ، مبدأ، يقرأ، ابدأ، وصدأ، وتبوأ، ومبتدأ. انتبهوا، الحرف الذي قبلها كان مفتوحا، تمام. ثانيا، رسم الهمزة المتطرفة على الواو اللي قبلها مضموم. قلت لكم للحركات الثلاثة، الضمة والفتحة والكسرة، الأثر الكبير. ممكن نحن نخلص من هذه الوريقات كلها ونحفظ قاعدة من أقوى من من، وما الذي يؤثر بمن، يعني الأقوى من الضمة والكسرة والفتحة ثم عدمها السكون، وبعد ذلك نتبين أثر هذه الحركات في كتابة أو في رسم الهمزة في الكلمة أينما جاءت، ما عدا ما وضحنا في همزتي الوصل والقطع في بداية موضوع رسم الهمزة. فتباطؤ، تكافؤ، لؤلؤ، تهيؤ، تواطؤ، هذه هنا جاءت مضمومة ما قبل، لذلك رسمت على الواو. لو جزأنا الكلمات السابقة لوجدنا حرف الهمزة وقع في نهاية الكلمة متطرفة مكتوبة على حرف الواو. ما معنى متطرفة؟ يعني في آخر الكلمة التي ممكن تدخل عليها أكثر من علامة إعرابية بحسب بنية الجملة التركيبية. ترسم الهمزة المتطرفة على الياء إذا كان الحرف الذي قبلها مكسورا. إذا إن شاء الله واضحة الصورة تماما في مسألة رسم الهمزة هي المتأثرة بهذه العلامات الثلاثة. هنا لاجئ، مبتدئ، قارئ، مستهزئ، شاطئ، دافئ، متلألئ. كذلك لو جزأنا هذه الكلمات لوجدنا هذه الهمزة المتطرفة بغض النظر عن حركة آخرها، نقول أنها مسبوقة بكسر، لذلك كتبت على كرسي الياء. هي همزة هذه وليست ياء، كرسي ياء. لذلك علينا الانتباه. رسم الهمزة المتطرفة المنفردة تكتب منفردة إذا كان الحرف الذي قبلها ساكن. قبل قليل ذكرنا تساءل وموبوءة وموؤودة، هنا هذه الهمزة جاءت، هناك جاءت همزة متوسطة، لكن كيف، متى تكتب هذه الهمزة متطرفة منفردة؟ تكتب هذه الهمزة
في آخر الكلمة عندما يكون الحرف الذي قبلها ساكنا. ضوء، بدء، جزء، مر، دفء، أب. هدوء، مخبوء، وضوء، لجوء. شيء، يجيء، مضيء، مريء. صحراء، قضاء، ماء، سماء، شواء، سناء. كل هذه الكلمات مسبوقة بساكن، لذلك كتبت منفردة، سواء كان الحرف صحيح أم حرف علة، هذه الكلمات تكون همزتها همزة منفردة على السطر متطرفة. هنا نأتي إلى قاعدة: إذا اتصلت الهمزة المتطرفة في آخر الكلمة بعد ساكن بألف تنوين النصب أو ألف التثنية تثبت على حالتين، يعني تبقى لا تحذف. على الياء إذا كان الحرف الذي قبلها يمكن وصله. ما معنى يمكن وصله؟ يعني ممكن أن يندمج الحرفان في الكتابة أو يدمج الحرفان في الكتابة، فدفء دفئا، فممكن أن تدمج فتكتب هنا على الياء دفئان، عبئان، وشيئان. لكن متى تكتب منفردة على السطر؟ إذا كان الحرف الذي قبلها لا يمكن وصله بالحرف الذي بعدها، فضوء ضوءا، الواو لا تدمج، وكذلك جزء جزءا، ومرئا ومرآن، وهكذا تكون القاعدة بحسب رسم أو بحسب طبيعة الحرف الأبجدي الذي ما يمكن وصله بما بعده أو لا يمكن وصله. الهمزة المتطرفة لدينا في الأفعال المسندة إلى واو الجماعة، أيضا علينا الانتباه، أيضا تكون منفردة. أضاء تعد متطرفة، لكن حينما دخل عليها الواو هنا بقيت منفردة. أضاء، شاء، شاء، وأفاء، أفاء. قلت لكم هنا هذه الواو الداخلة هي من ضمن ترتيب الجملة أو تركيب الجملة هي للجماعة. الآن عزيزي المتدرب، عزيزي السامع، لاحظ الكلمات الآتية وكيف كتبت: قراءة، فضاءل، هواءه، وإن غذاءك وعباءه. ممكن الأساتذة الأفاضل أن ممكن يفتحوا يعني المجال أو يفسح المجال لكي يجيبوا لماذا كتبت هكذا، حتى ننتقل إلى الموضوع التالي في محاضرتنا لهذا اليوم أو المحور الآخر، إن كان هناك من مجيب لهذا السؤال، يعني لماذا كتبت قراءة، تضاءل، هواؤه هكذا، لماذا كتبت موبوءة، ضوءه، نشوءه، وجزئين، وهكذا، حتى نعرف هل وصلت فكرة رسم الهمزة ولا سيما المتطرفة. هل هناك من يجيب أم أكمل المحاضرة؟ أكمل. تسمعني أستاذ بلال؟ أستاذة صفا؟ تفضل تفضل الدكتور. الله نعم يحفظك. دكتور تفضل. أحمد. هل هناك من يجيب؟ دكتور أحمد بن مصطفى؟ نعم تفضل دكتور أحمد. السلام عليكم. وعليكم بارك السلام الله ورحمة فيكم. الله. بارك الله فيكم أستاذة. حياكم. نعم كتبت همزة القطع على السطر لأن ما قبلها ساكن. هذه الهمزة تسمى متطرفة، نعم هي صفتها أنها قطع دائما في الوسط وفي نهاية الكلمة، نعم ما قبلها ساكن تبع الصف. وكذلك في البقية أيضا كلها نعم. مسبوقة، كلها مسبوقة بساكن، نعم ما الذي إذا كان هناك سؤال، لا أدري، عندي سؤال سابق لكن لا أدري ما هل أتحدث أم أتركك تتحدث؟ عن السؤال الذي سألته قبل قليل؟ لا، عن بعض ما فات، عن بعض ما فات من المحاضرة. بارك الله فيك. ممكن في نهاية المحاضرة نترك لكم نعم الوقت؟ نعم 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 حياكم شكرا. الله عفوا حياكم عفوا الله حياكم الله، شكرا جزيلا.
هنا أيضا تطبيقات بين سبب كتابة الهمزة على الشكل الذي تراه. امرؤ طبعا يعني الوقت قليل ولدينا كثير من المحاور. أقول لكم في امرؤ هنا لماذا كتبت على كرسي الياء، عفوا على الواو، لأنها متطرفة مسبوقة بضم، عطاء متطرفة مسبوقة بساكن، شيء متطرفة مسبوقة بساكن، ضؤار مفتوحة مسبوقة بضم فتأثرت بالضمة فكتبت على الواو، دافئ متطرفة مسبوقة بكسر، وهكذا هي بحسب الضوابط التي قيلت. كذلك كيف نميز بين همزة الوصل والقطع في النصوص الآتية؟ الخليل ابن أحمد الفراهيدي، هنا أريد أن أعرفه، أول جاءت همزة القطع في أول الكلمة من الاسم. أول عالم عربي وضع معجما جمع فيه ألفاظ، جمع لفظ أفعال، وكذلك ألفاظ العربية على نظام تقليبات الجذر الواحد، هنا جاءت همزة وصل في أل التعريف، وبعقلية رياضية فذة أبدع، هنا جاء فعل ماضي مبدوء بهمزة قطع بهمزة التعدية في جمع المستعمل من ألفاظ أيضا في ألفاظ العربية والمهمل، كلاهما هنا في الكلمتين همزة وصل. استمع إلى نصيحة والديك، استمع فعل أمر من خماسي، وكذلك إلى هنا لأن جاءت حرف فهمزتها همزة قطع، فإنها حرف، إن هنا قطع، تجنبك من الوقوع في الخطأ، هنا كلمة الخطأ رسمت الهمزة على الألف لأن الطاء مفتوحة. بما يرتبط رسم الهمزة المتوسطة؟ هنا عفوا، يرتبط رسم الهمزة المتوسطة بالحركات الإعرابية الثلاثة، الفتحة والضمة والكسرة، فهي لها الأثر البالغ في رسم هذه الكلمة بحسب قوة وضعف الحركة عفوا. الآن رسم التاء المربوطة والتاء المفتوحة، هذا الموضوع أقل، ممكن نقول أقل خطأ، لكن موجودة هذا الخطأ في رسم التاء المربوطة والمفتوحة. ممكن أقول لكم قاعدة عامة، التاء في الأسماء كلها مفتوحة، العفو، التاء في الأسماء أغلبها مربوطة، أما في الأفعال فهي مفتوحة. فكيف نطبق هذه القاعدة؟ كيف نقول رسم التاء المربوطة، وممكن نسميها القصيرة أو المدورة، هي تقع في آخر الاسم وتلفظ هاء في الوقف، لكن تكتب النقاط، تكتب تاء عليها، وتكون في الأسماء فقط ولا تكون في الأفعال أو الحروف أبدا. مواضع الكتابة في كل اسم علم، فاطمة، حكمة، ونعمة، ورحمة. أو ستقولون هناك أسماء تسمى حكمة بالتاء الطويلة، سنأتي إليها. في كل اسم مفرد ينتهي بتاء قبلها ألف مشتق من فعل معتل، برا مبرات، وقلا مقلات، ومحا ممحات، وشوى مشوات، وكذلك كوى مكوات. هذه هنا كتبت تاء مربوطة لأنه اسم مفرد منتهي بألف وهو مشتق من فعل معتل، يعني عادت الألف موجودة، يعني بقيت مكتوبة هذه الألف، وإن كان أصلها في بري ياء، وفي قلي أيضا ياء، ومحى يمحو واو، وشوى يشوي ياء، وكوى يكوي ياء. قلنا ونكرر ذلك، كل ألف في العربية هي ليست أصلية بل منقلبة إما عن واو وإما عن ياء، يحكم بينها ويفصل بينها ما وردت استعماله في العربية وما أثبتته معجمات اللغة العربية. في جمع تكسير ينتهي بتاء قبلها ألف ومفرده اسم منقوص، وبينا ما معنى الاسم المنقوص يوم أمس. قاضي قضاة وهادي هداة جمع بهذه التاء، وكذلك بعض الأسماء كتبت بتاء مفتوحة على خلاف القاعدة، نشأت وحكمت ونعمت ورفعت. هذه الكلمات متأثرة بالكتابة أو الرسم نقول عليه الأعجمي غير العربي،
اللي هي ما يلفظه الأتراك، وتعرفون يعني هناك أثر كبير في رسم بعض الكلمات من هذه اللغة، فكتبت نشأة إذا كانت اسم علم. لكننا إذا نريد أن نقول نشأة العربية، أو هناك حكمة تقول كذا، ونعم الله كثيرة، النعمة بالتاء المربوطة، والرفعة أيضا بالتاء المربوطة إذا كانت لا تستعمل كاسم. سيسأل سائل لماذا رسمت بعض الأسماء، بعض الكلمات بالتاء المفتوحة، ولا سيما كلمة رحمة في القرآن الكريم. أترك لكم الإجابة عن هذا السؤال أيضا في نهاية المحاضرة، لنعرف لماذا كتبت في الرسم القرآني رحمة بالتاء الطويلة. وكذلك بكلمات تركية موجودة لدينا أيضا استعمالها، دولة وعناية وحكومة وعدالة، مستعملة في بعض الكتب، ممكن نجدها في بعض الروايات، في بعض القصص، متأثرة بهذا الرسم التركي. رسم التاء المفتوحة الطويلة وتكون في الأسماء والأفعال والحروف. إذن قبل قليل ذكرنا المربوطة هي فقط في الأسماء ولا تأتي في الأفعال، لكن المفتوحة تأتي في الأسماء والأفعال والحروف. كيف؟ من خصائصها لا تلفظ هاء مطلقا عند الوقف، وإنما تظل تاء. مواضع كتابتها في الأسماء: جمع المؤنث السالم والملحق به، العراقيات، المهندسات، المهذبات، أولات، ذوات، عرفات، كل هذه جمع مؤنث سالم وما ألحق به مثل أولات وذوات. في الأسماء التي تاؤها أصلية، يعني هذه التاء إذا حذفت فهي ليست يعني تؤثر في رسم في الكلمة، فبيت تاؤه أصلية، جمع أبيات، ووقت أوقات، وميت أموات. كذلك في أسماء الأماكن والبلدان وفي الأعلام: هيت، تكريت، جوليت، جانيت، أوديت، هذه مستعملة في كتاباتنا، فلذلك تكتب هكذا لأنها غير عربية. في الأفعال: تاء الرفع المتصلة بالفعل الماضي، تعلمت، كتبت، أرسلت، راسلت، جاهدت، وفزت. تاء التانيث الساكنة أيضا تكتب طويلة، وهذه من الموضوعات نوعا ما هناك يعني صحة في كتابتها، لكن الخطأ يكون كثير في التاء المربوطة. في الأحرف ليته هنا تكتب التاء مربوطة إن صح الوقوف عليها. كيف نختبر أنفسنا في رسم التاء؟ هل رسمناها صحيح أم خطأ؟ تكتب التاء مربوطة إن صح الوقوف عليها ولفظها هاء: طلحة، طلحة، ورحمة، رحمة. وتكتب مفتوحة إن تعذر لفظها هاء، حيث لا معنى لها، يكون مثلا بيت فيكون به لا فائدة منه، ووقت وقه لا معنى لها. هكذا نختبر كتابتنا أو الرسم اللي رسمنا للتاء في الأحرف كذلك، وفي الأسماء وفي الأفعال إن كانت مفتوحة أو مربوطة. نأتي الآن إلى موضوع رسم الألف اللينة، ثم يليه بإذن الله رسم الضاد والضاء. فهذه الألف اللينة هي امتداد صوتي ينشأ عن إشباع الفتحة، وهذا الكلام ذكرناه أكثر من مرة حتى لا ينسى. فوق الحرف الذي قبلها تقع في وسط الكلمة: قال، ساعة، باب، وفي آخرها مثل دعا ورمى ومصطفى، ولا تقبل الحركات، ولهذا تقدر عليها حركات الإعراب إذا كانت في آخر الكلمة. هذه المتوسطة ترسم ألفا قائمة، سواء كانت أصليا سواء أكان عفوا أصليا توسطها أم عارضا. فالأصلي نحو ساء وكتاب وقناة وجاء، والعارض نحو إلامة، هنا هذه أصلها إلى ما، وعلامة أصلها على ما الاستفهامية، على زائد ما الاستفهامية. فهذه هنا ترسم ألفا قائمة سواء كانت أصل أم عارض. المتطرفة تقسم إلى قسمين: إما مقصورة ونسميها الياء اللينة، ومثل فتى ورمى ومصطفى ومستشفى وأعلى وإلى،
لو أخذنا كلمة كلمة من هذه الكلمات، مثلا نأخذ رمى يرمي، لو عدنا بالمضارع فكانت ياء، لذلك رسمت هكذا بالياء. مصطفى صفية، ومستشفى شفية، وأعلى من العلو هنا كتبت أيضا هكذا بسبب أصلها، وكذلك إلى. وقائمة ورسمها ألف، قائمة مثل عصا ويحيى ودعا وعفا. أما الألف المقصورة فهي في كل كلمة ثلاثية، عدد حروفها ثلاثة، ممدودة أي قائمة، وأصلها واو. يعني إذا عدنا بالفعل الماضي إلى المضارع وكانت هذه الألف تحولت إلى واو، معناها أصل هذه الألف هو واو. فدع عدا يعدو، سما يسمو، فتكتب بالألف الممدودة. دعا أصلها يدعو وليس يعدو، عفوا. ومشى أصلها يمشي، وهنا نأتي إلى مشى وسقى وسعى ورمى، من المشي والسقي والرعي والسعي. هذه كلها حينما أخذنا الفعل المضارع منها أو المصدر عادت إلى أصلها التي هي الياء، طبقا للقاعدة التي تقول لا توجد ألف أصلية في الكلمات، بل هي منقلبة عن واو أو ياء. ملحوظة في اللغة العربية أفعال ثلاثية آخرها ألف، وهذه الألف منقلبة عن واو في لغة وعن ياء في لغة أخرى، ولهذا يجوز رسم ألفها واو أو ياء مثل نما، فالمضارع ينمو وينمي، لكن الأحسن أن تكتب على أكثر اللغتين استعمالا بحسب استعمال كل، يعني كل قبيلة كل بلد تستعملها، فهي ممكن لا نقول من التداخل اللغوي، لا هكذا رسمت، هكذا وجدت، هكذا استعملت، فنحن مع هذا الاستعمال أينما وجد. في الأسماء المعربة تكتب ألفا إذا كان الاسم ثلاثيا، وكذلك الألف منقلبة عن واو، الحجاء اللي هو العقل، والذرة الربا العصا العلا القفا. هنا المعرفة لا تحتسب من أحرف الكلمة طبعا، شذا وصبا وسنا وخطأ. وكذلك تكتب في الاسم الثلاثي المنقلب عن ياء، دمى وفتى وقرى من الكرم، وقرى ومنى وهدى ونوى، والهوى والسرى وأذى ومدى وأسى وندى. انظروا كلها مكتوبة بالياء اللينة أو الألف اللينة عفوا، لأن أصلها هو الياء. تكون في اسم أحرفه أكثر من ثلاثة، وليس قبل الألف ياء. بشرى، لو عدنا بأصل بشرى باشرة، وبلوى بلوى أو بلية، وتترى هذه أيضا تترى، أو وجدوى، كلها كانت هذه ليست من أصول الكلمة بل هي أكثر من ثلاثة أحرف. وصغرى، لو عدنا إلى أصولها لم تكن الألف من ضمنها، لذلك تكتب على الألف اللين. أيضا تكتب في كل كلمة زاد عدد حروفها على ثلاثة أحرف ياء مهملة من غير نقاط، أهدى وأعطى، وهنا هذه الحروف مستشفى صغرى وكبرى، كلها أيضا ممكن تجتمع في هذه الكلمة أكثر من قاعدة لنسوغ أو لنبرر كتابتها على هذا الشكل. فإن كان قبل الألف ياء رسمت الألف اللينة ألفا مثل ثريا، دنيا، ريا، محيا، خطايا، رعايا، زوايا، هذه كلها قبل الألف جاءت ياء، فلذلك رسمت على الألف اللينة. ولعلماء الصرف كثير من الكلام على هذه الألف، ولا سيما خطايا وقضايا وهدايا وغيرها. أما إذا سبقتها ياء كتبت ممدودة، أحيا، استحيا، دنيا، رزايا، هذه هنا جاءت أيضا ممدودة. وفي الأسماء المبنية ترسم ألفا أيضا مثل إذا الظرفية، مهما، حيثما، كيفما، وما الاسمية، وكذلك في الضمائر أنا ونا وأنتما وهما.
وفي أسماء الإشارة هاتان، هذا، هنا، ما عدا 5 أسماء هي لدى وأنا ومتى وأو وأولى اللي هي اسم الإشارة، والأولى اللي هي اسم موصول فتكتب ألفها ياء، هكذا وردت عن العرب. في الحروف ترسم ألفا مثل إذا الفجائية، إذ ما، إلا، ألا، أما، أما، إما، أيا، وحاشا، وخلا، وعدا. إذا عدت حروف جر في الاستثناء هذه في الجملة، ولولا، ولوما، وما الحرفية، وها التنبيهية، وهلا، وهي، ويا، ما عدا 4 أحرف هي إلى، وبلا، وحتى. هكذا وجدت عن العرب، وهكذا رسمت، وعلى أساس هذا الرسم وضعت هذه القواعد. هناك كلمات متشابهة في الرسم لكن مختلفة من ناحية المعنى، فمثلا حاشا إن كانت فعلا هكذا تكتب بالياء، حاشا إذا كانت أداة استثناء بالألف، ما هذا بشرا، فاز المتسابق، حاشا أخيك، هذه هنا، البكا دموع وصوت، والبكا بالألف الممدودة للدموع فقط، الأسى الحزن، والأسى، أسى الجرح، أي آسى الجرح، أي داوى، وعصى تمرد من العصيان، عادت إلى الياء فكتبت بالياء، وعصى اللي هي العود، والعفو هنا الرحى وليس الرجا، الرحى رحى الحرب أي حومتها، والرحى الآلة التي تطحن بها الحنطة والشعير، هنا النقطة خطأ عفوا، هي الرحى وليس الرجا. نأتي الآن إلى بعض التطبيقات. ألا هنا لماذا كتبت هذه الأحرف؟ وبدا هنا بدا فعل ماضي كتبت، لأن لو عدنا إلى أصلها بدا يبدو، وتلا يتلو، وكل ما في هذه المجموعة. في المجموعة الثانية تعود إلى الياء، لذلك كتبت على الألف اللينة وليست الممدودة. في المجموعة الثالثة أبدى وأجرى هي أكثر من 3 أحرف، لذلك كتبت على كرسي الياء، وقد ذكرنا هذه القواعد مجتمعة. نأتي الآن إلى موضوع الضاد والضاء في الكلمة العربية، من الموضوعات المهمة جدا بالمناسبة، هذه الضاد والضاء ممكن يعول أو عول بعض العلماء على أنه يكون بحفظ مجموعة من الألفاظ التي تحتوي على كلمات مكتوبة بالضاء وما دونها تكون بالضاد. هي المسألة مسألة صوتية بحتة بالرسم، ممكن بأبسط طريقة، بأيسر طريقة، ممكن نقول أن متى ما كانت الكلمة محتوية على الضاء اللي هي نقول عنها أخت الطاء، أو الضاء اللي هي تكون يكون إخراج جزء يسير من طرف اللسان، نحاول إخراجه، فتكون كلما كانت هذه الكلمات ذات دلالة وقوة في المعنى، ذات دلالة قوية وقوة في المعنى، كانت هذه الضاء هي وليست الضاد. وقد اهتم العرب بسلامة لغتهم وضبطها والحفاظ على نطقها سليمة، ولم يجد الباحثون حروفا في العربية يصعب التفريق بين أصواتها لفظا وكتابتها خطا سوى الضاد والضاء. وإن العرب الأوائل لا يصعب عليهم التفريق لأنهم في عهد السليقة أو على قرب منها، ولم يحدث اللبس في كتابتهما إلا بعد أن ابتعد العرب عن جزيرتهم واختلطوا بغيرهم من القوميات، فاستعصى التمييز بين الضاد والضاء على أحفادهم. إن التمييز بين الكلمات ذوات الضاد والكلمات ذوات الضاء لا يكون بالنقل والسماع، ومن ثم كانت الصعوبة في ضبطها. ولولا أن الكلمات المكتوبة بالضاء قليلة يمكن حصرها، لولا أن الكلمات المكتوبة بالضاء قليلة يمكن حصرها، وما عداها يكتب بالضاد. إذا هذه طريقة، الطريقة الأخرى يعني طريقة أنه ممكن أن يكون تحت اليد مجموعة من الكلمات التي تكتب بالضاء وما دونها هي ضاد.
وممكن أن نعتمد على السليقة الفصيحة المتمكن منها الناطق بأن ينطقها ولا يتكلف بنطقها، فإن خرج اللسان كانت الظاء، وإن حاولنا إدخال اللسان بين الأسنان يعني يدخل إلى الداخل كانت هذه الكلمات بالضاد. وأغلب الكلمات بالضاد هي ذات معنى أخف من الكلمات التي تحتوي على حرف الظاء. وهناك مجموعة من الكلمات ممكن على المتكلمين أو العفو المتدربين أن يستعينوا بهذه الكلمات، وممكن تعطى لحضراتكم أيضا هذه المحاضرة، وموجودة أيضا أمامكم، ستكون أيضا ستسجل. فمثلا نأخذ على سبيل المثال البض السمين الناعم، وكذلك البضيض، بهضه الأمر وغلبه، هنا الباهظ الثقيل، كلها معاني قوية. البيض بيض النمل خاصة، وما عداها يكون بالضاد بيض. هنا لماذا يقولون لقوة، أصبح بيض النمل قويا لأنه لا يرى بالعين المجردة بل بالمجهر، لذلك أصبح قويا لدقته وعدم رؤيته بالعين المجردة. وما عداها كل البيوض تكتب بأختل عفوا تكتب بالضاد. جحظت الجحوظ معنى قوي تكتب بالضاء. الحظر وتختلف عن حضرة، حضر بالضاد، والحظر بمعنى المنع، وهنا تكون برسم أو بكتابة الضاء. الحظ أيضا الحظوة، وحفظه الحنظل، الشظف، الشواظف، الشظية، كلها بمعانيها ذات معاني قوية. نأتي إلى ضئر والضبضاب والظبي والظرف والظفر والظل والظلم والظلام والظمأ هنا والظن، وكذلك الظهر، كلها تلاحظون حتى في نطقها قوية، لذلك كتبت رسمت هكذا. وعظم أو عظمة، وكذلك عكاظ والعظ وغلظة وغيظ، والفظ من أي شيء، الغليظ، القيظ، قاظة، وكذلك كظة وكظم عفوا كظم الغيظ، ولحظة ولظى ولمظ، كلها هذه بقوة معناها ودلالتها رسمت هكذا عن العرب. وممكن أن تستنتج قاعدة أنها ما كانت ذات معاني ودلالات قوية تكتب هكذا. نظرة نظم، وظب وظف وظف، ويقظ من اليقظة، أيضا كلها تكتب بالحرف الضاء وليس الضاد. إذا ممكن تحفظ هذه الكلمات، ممكن توضع تحت اليد، وممكن أن نلاحظ النطق الصحيح في ألسنتنا بدون تكلف، سنكون قد استطعنا أن نفرق بين ما كتب بالضاد وما كتب بالظاء، فعلينا الانتباه إلى ذلك. وكذلك ما تدل على معاني قوية هي مكتوبة بالضاء، وما دونها هي مكتوبة بالضاد. وهكذا هي المسألة، هي مسألة سماعية أكثر مما أن تكون قاعدة، لكن حتى يسيطر على مسألة الأخطاء في كتابتهما ممكن أن نلحظ هذه الأمور وننتبه إليها كي نتجاوز الخطأ أو اللحن في رسمها. نأتي الآن إلى الجزء الأخير من هذه المحاضرة أو المحور الأخير، وهي علامات الترقيم. ذكرنا يوم أمس أنها من الأسباب أو من الأخطاء التي تؤدي إلى صياغة الجملة صياغة خطأ، أنه عدم الانتباه إلى علامات الترقيم في رسم الكلمات.
لذلك أو في صياغة الجملة يؤدي أحيانا تفي هذه العلامة عفوا لمعان ممكن ما نحتاج فقط العلامة حتى نؤدي المراد، لكن بسبب عدم الانتباه لهذه العلامات أدى إلى هذا الخطأ. فمسألة علامات الترقيم نحتاجها في الجملة، لذلك فصلنا القول فيها اليوم. فما معنى العلامة؟ العلامات جمع علامة، وما ينصب في الطريق فيهتدى به كما في اللسان، والرقم والترقيم تعجيم الكتاب، ورقم الكتاب ويرقمه، أو ورقم الكتاب يرقمه بينه، ورقمت الشيء أعلمته بعلامة تميزه من غيره. أما اصطلاحا فالترقيم في الكتابة هو وضع رموز اصطلاحية معينة بين الجمل أو الكلمات لتحقيق أغراض تتصل بتيسير. انظروا، أنا وضعت هنا هذه العلامة، علامة الفارزة المنقوطة، لتحقيق أغراض تتصل بتيسير عملية الإفهام. يعني هذه هنا لتحقيق تعليل للي قبلها، فهذه وضعت الفارزة المنقوطة والتي سنأتي إلى تفاصيلها مع أخواتها من علامات الترقيم. وعملية الفهم على القارئ، ومن هذه الأغراض تحديد مواضع الوقف ينتهي المعنى أو جزء منه، والإشارة إلى انفعال الكاتب في سياق الاستفهام أو التعجب، وفي معارض الابتهاج أو الاكتئاب أو الدهشة أو نحو ذلك، وبيان ما يلجأ إليه الكاتب من تفصيل أمر عام أو توضيح شيء مبهم أو التمثيل لحكم مطلق، وكذلك بيان وجوه العلاقات بين الجمل. انظروا كم هي مهمة هذه العلامات، هذه كلها وظائف لعلامات الترقيم، فيساعد إدراكها على فهم المعنى وتصور الأفكار. وهو أيضا وضع علامات خاصة في أثناء الكتابة لتقسيم أجزاء الجملة أو لفصل الجملة. إذن أي نص سواء كان علميا أم أدبيا يتألف من جمل وتراكيب لغوية لها معاني محددة تربط بينها علامات أو إشارات. وأول من اهتدى إلى معرفة علامات الترقيم رجل من علماء النحو من روم القسطنطينية اسمه أرسطوتان، من أهل القرن الثاني قبل الميلاد، لذلك فهي قديمة حديثة ممكن أن نقول عنها. ثم توافدت أمم من بعده على تحسين هذا الاصطلاح واتقانه حتى وصل إلى عهدنا الحاضر. داعي الحاجة إلى علامات الترقيم أو دواعي، مثل ما يستعمل المتحدث في أثناء كلامه بعض الحركات اليدوية. انظروا، لو عدنا قليلا إلى هذه أو إلى هذا النص سنقول مثل ما يستعمل، والاستعمال للكلمات المتحدث في أثناء هنا جاء ظرف، عليه أن يكون قبلها حرف الجر في كلامه بعض الحركات اليدوية. فحاولوا أن يعني أخذ من هذه الجمل لكي لا تخطئوا في صيغة من الصيغ وتضعونها خطأ، أو مفردة من المفردات وتضعونها خطأ في الجمل. أو يعمد إلى تغيير في قسمات وجهه، أو يلجأ إلى التنويع في نبرات الصوت ليضيف إلى كلامه قدرة على دقة التعبير وصدق الدلالة وإجادة الترجمة. كل هذا السامع، لكن الكاتب ماذا يحتاج بالمقابل؟ يحتاج علامات الترقيم لتكون بمنزلة هذه الحركات اليدوية أو التعبيرات أو التعابير الموجودة في وجهه، وكذلك النبرات الصوتية. ولا يجوز وضع علامة من علامات الترقيم في أول السطر إلا علامة التنصيص والقوسين الهلاليين، العلامات الفارزة المنقوطة، النقطتان الرئيسيتان، علامة الاستفهام وعلامة التعجب لا توضع في أول الكلام، وهذا يعني لا توضع في أول السطر. هذه العلامات هي أولها النقطة، توضع في نهاية الجملة سواء كانت جملة مثبتة أو منفية أو أمر، المهم ينتهي. انتبهوا، لو قلنا جملة فهم محمد الدرس وقام بإلقائه أمام الطلاب، هنا فهم محمد الدرس لا يعني أن هذه الجملة انتهت، لا،
هناك رابط، وهذا الرابط يوضع قبله فاصلة. هذه الفاصلة هي التي تربط بين الجملتين. حينما ننتهي من الجملتين نضع النقطة، فلا توضع النقطة بين الجمل المترابطة وغير منتهية المعنى. انتبهوا لهذه. سيقول بعضكم لماذا لا أضع فقط نقطة في نهاية الجملة ويعني وأسترسل في الكلام؟ أقول سيكون أصلا من يعني من جماليات النص أنه توضع الفواصل حتى لا يكون النص على مسرد واحد من دون فاصل للناطق، يعني بالنفس أيضا عندما ينطق جملة ثم ينتقل إلى جملة أخرى بهذه الفارزة يحس هناك أنه هناك معنى اكتمل في جزيئة في جزيئة في جملة، ثم معنى آخر في جزيئة في جملة أخرى، هذان المعنيان مترابطان، ثم بعد ذلك يضع النقطة لينهي هذا المعنى بالتركيب أو النص الكامل. فإذا هذا هو معنى النقطة، النقطتان ترسمان هكذا، نقطة فوق نقطة، تضعان بعد القول وقبل الأمثلة التي توضح فكرة أو قاعدة. انظروا إلى علامات الترقيم الموضوعة في هذه الشريحة. الكلام يعني الكتابة تكون حتى واضحة، حتى جميلة، رائعة، يعني تكون هناك يعني شوق للمقابل أنه يقرأ ويفهمها. فهي فعلامات الترقيم أثرها مثل ما يؤثر الحرف في الجملة في الكلمة، والكلمة في الجملة، والجملة في التركيب الكامل. فإذا توضح فكرة أو قاعدة أو كلام منقول، أو توضع بعد كلام مقسم، مثل ينقسم الكلام إلى 3 أقسام، نضع النقطتين الرئيسيتين اسم وفعل وحرف، أو بعد الكلام المجمل وبعد التفصيل إلى آخره. هذه هي النقطتان الرئيسيتان. الفاصلة ذكرناها أكثر من مرة، توضع بين الجمل المتتابعة والتي لم ينتهي معناها، مثل يناضل، يبحث، يعثر. كذلك فصل أجزاء التقويم أو العنوان أو الاسم، المهم ينتهي النص بهذه الفواصل في نهايتها بنقطة، دلالة على أن على التتابع والترابط ما بين هذه الجمل أو هذه التقسيمات. الفاصلة المنقوطة توضع قبل التعليل، توضع بين جملتين إحداهما سبب في الأخرى، وتكون في الوقف الكافي، وهو الوقف الذي يكون بسكوت المتكلم، يعني يتكلم مثلا القارئ أو المتكلم سكوتا يجوز معه التنفس من الخير والكلام ما قل ودل، يقف، سأرتاح قليلا، ثم أضع هذه الفارزة المنقوطة ولم يطل فيمل. الشرطة، وتوضع بين العدد والمعدود أو بين ركني الجملة إذا طال الركن الأول وبعد الثاني، وتسمى أيضا الوصلة. توضع بين العدد رقما أو لفظا، وكذلك بين الكلام عفوا أن يكون للكلام داع يدعو إليه، إما في اجتلاب نفع، هاي هنا مثال على رسمها بين الجمل. نأتي إلى الشرطتين هكذا، شرط شارحة وشارحة، توضعان للجمل الاعتراضية. ما معنى الجمل الاعتراضية؟ يعني الجملة التي قبل الشارحة أو قبل الشرطة، هذه الشرطة والشرطة الأخرى لا يؤثر في إعراب الجملة، وهو جاء إما لدعاء مثلا أو لبيان، مثلا يفسر كلمة غامضة قبله، فمثلا بعد الشرطة الثانية مثلا في المعنى، كقول الإمام علي عليه السلام: فيا عجبا عجبا والله يميت القلب. هنا كلها هذه والله التي جاءت قسم وضعت بينهما لأنها ليست من الجملة ولا من معناها، وإنما أراد إثبات هذا الشيء. وكقول أبي إسحاق الصابي: قد جرت العادة، أطال الله بقاء الأمير بالتمهيد. هنا أطال الله بقاء الأمير كلها دعاء، ثم أكمل ما يريد من الكلام. علامة التعجب واضحة، هذه علامة التعجب، توضح الانفعالات النفسية: فرح أو حزن أو تعجب أو استغاثة أو دعاء. موجودة مثلا: يا بشرى، نجحت في الامتحان، وهو فرح، وأسفاه، لا أبعد الله عنكم الأسف، ما أجمل هذا البستان، أيضا تعجب،
بفرح، النار أغيثونا مثلا، وهكذا ويل للظالم ومات فلان أو رحمه الله، كلها ممكن أن نضع علامة التعجب. فبعد كل جملة مثيرة للدهشة والتعجب نضع هذه العلامة. علامة الاستفهام أيضا واضحة، ممكن الكاتب لا يضع أداة استفهام، يكفي أن يضع علامة الاستفهام في نهايته، يكون الكلام مستقيم. أما القوسان الهلاليان فيوضعان في وسط الكلام ويكتب بينهما الألفاظ التي ليست من الأركان الأساسية: الجمل الاعتراضية، التفسير، ألفاظ الاحتراز، عفوا وليس الاحتراز، وغير ذلك مما يقطع توالي الأركان الأساسية في الجملة. فمثال الاعتراض مثلا بالدعاء: سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول: الشحيح أعذر من الظالم، فقال: لعن الله الشحيح ولعن الظالم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخير أو العلامة الأخيرة التنصيص، هذا مهم جدا للباحثين للكاتبين، يجب أن تكون بين هذين القوسين المزدوجين على كتابة نصا مأخوذة من قول، نص قرآني أو حديث نبوي شريف، أو نص من كاتب مثلا أو قائل أو حكيم إلى آخره، نقل من أي كتاب. ممكن قال السيبويه وأضعها بين قوسين، قال الخليل بن أحمد الفراهيدي وأضعها بين قوسين، وكذلك النصوص القرآنية وتوضع بين القوسين. المهم هذه يجب أن يكون الكلام بلا تغيير نصا، وممكن أنا أخذ فقط النص الذي أحتاجه ثم أضع علامات الحذف الثلاثة التي سنأتي إليها، الدلالة على أننا اقتطعنا ما نريد بيانه في كتابتنا ثم حذفنا الباقي. هذه علامة الحذف عندما ينقل الكاتب جملة أو فقرة أو أكثر من كلام غيره ليستشهد به فقط ما يحتاجه. هنا لدينا تطبيق علامات الترقيم، ممكن يختبر المتدرب نفسه، موجودة أمامكم، أنه يستطيع أن يضع علامات الترقيم. يعد القرن التاسع عشر، هنا علامة: الذي ازدهرت فيه الديمقراطية علامة فاصلة، وانتعشت فيه آمال الضعفاء والمحرومين فاصلة، واختفى كثير من معالم السلطات المستبدة الجارة، هنا أو الجائرة، وأيضا علامة، وتطلع كثير أيضا علامة: ألم يلحظ أن أعظم الأعمال، هنا استفهام، وغيرها من مواضع علامات الترقيم المهمة التي تعطي جمالية فضلا عن فهم المعنى ودلالته في النص، طال ذلك النص أم قصر. هذه هي علامات الترقيم الأساسية، أو هي كلها أغلبها المستعملة. للأسف يعني قليل، نقول ممكن أن نحكم أن نقول القليل منهم من يعتني بها أو يعير لها أهمية في رسم الجمل أو في صياغة الجملة أو في النص المعين. هنا حاولنا عذرا، يعني حاولنا أن نوصل لكم الفكرة لكي يكفي الوقت لمداخلاتكم ولأسئلتكم ولإكمال البرنامج الختامي للدورة التدريبية المباركة المجانية التي تقيمها منصة أريد. مشكورة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم أستاذتنا الفاضلة على هذا التقديم الممتع، وعلى هذا الموضوع المتميز، وعلى هذه المعلومات المفيدة والتوجيهات النافعة. لكم جزيل الشكر على هذه المحاضرة القيمة. ما تفضلتم به أستاذتنا الفاضلة درر علمية ثمينة، درر علمية ثمينة وجواهر نفيسة في موضوع علامات الترقيم التي يحتاجها الباحثون في كتاباتهم وبحوثهم العلمية ورسائلهم الجامعية. أجدد لك جزيل الشكر على هذه المحاضرة الماتعة. الآن أحيل الكلمة إلى الأستاذة صفاء.
لتتولى إدارة فقرة المناقشة واستقبال الأسئلة من المتابعين والأساتذة الحاضرين معنا لهذه الدورة. لها الكلمة، تفضلي أستاذة صفاء. بارك الله فيكم. طيب، وفيكم بارك الله. شكرا العميق وامتنانا الكبير لكم أستاذ بلال البراق على حسن إدارة هذه الجلسة المباركة وعلى تواجدك معنا. شكرا جزيلا لك، وفيض شكرنا وتقديرنا العميق لسعادة الأستاذ المساعد الدكتورة لمياء عبد الله الشمري، مقررة قسم اللغة العربية من الجامعة العراقية، على جهودها الرائعة ومحاضرتها القيمة والمتميزة. دعواتنا لك بدوام الإبداع والتميز. والآن حضورنا الكرام، نفتح لكم باب المداخلات والمشاركات لحضراتكم. يرجى التفضل برفع أداة اليد على الشاشة أمامنا لنتمكن من إعطائكم الصلاحية. نأخذ المداخلة الأولى للدكتور أحمد. تفضل دكتور أحمد. السلام عليكم، حياكم الله، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام. الأستاذ ليست الشماري، الأستاذة التي معنا ليست الشماري أظن، أليس كذلك؟ أي نعم. الأستاذة التي معنا اليوم في نعم. المحاضرة، نعم. الأستاذة الفاضلة، معكم. نعم نعم. نعم أستاذة، بارك الله فيك أستاذة. حياكم. شكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة التي في الحقيقة أطالت وأفادت، وحتى أصبحنا ربما لا نكاد يعني نمسك بكل الخيوط التي كانت قد نسجتها، وهي في الحقيقة في ميدان الكتابة والخط والرسم. لدي ملاحظات فقط، جزا الله خيرا، شكرا جزيلا أستاذة. أريد نعم. فقط أن أسأل عن مصطلحات الخط والتعبير الكتابي والإملاء، نعم. هل هناك فرق بين هذه المصطلحات في اليوم لدى الكاتب اليوم، الخط والإملاء والتعبير الكتابي؟ نعم، التعبير، شكرا جزيلا على سؤالك. التعبير إذا عفوا، إذا إما أن يعني أسرد جميع الملاحظات أو أترك لك الإجابة، أنت حرة أستاذة، تفضل. أكمل أكمل. نعم، هذا الأول. نعم. الثاني، الملاحظة الثانية فيما يخص حركة الهمزة، حركة همزة الوصل نعم في فعل الأمر، نعم هل هناك ضابط نقدمه للطلاب كي ينطقوا فعل الأمر الذي في أوله، خاص في أوله بالخصوص، في أوله نعم همزة وصل، نعم هل هناك ضابط لنعرف حركة الهمزة، هل هي بالكسر أم بالضم أم بالفتح؟ لا، إن كان به. نعم هذا الثاني، هذه الملاحظة. الثالثة، نعم ما هو التخريج الإملائي لكلمة هيئة عندما قالوا يجب أن تكتب لصيقة، يعني أن تكون الحروف، يعني نعم لماذا ألصقوها رغم أن القاعدة الإملائية التي أوردتها ليست لا لا لا, لا, لا علاقة للقاعدة إذا ألصقنا بما نحن فيه. ثم نعم الكلمة الأخرى، مئة نعم يكتبونها بالألف ماء، هل هناك نعم تخريج إملائي لهذا أم نعم إن الخط هو الذي غلب؟ ثم الملاحظة الأخيرة يا أستاذتنا الفاضلة، أعذريني، فيما يخص تاريخ الرسم، هذا الرسم الذي تحدثت عنه، صحيح هو مكتمل وهو دقيق وهو منهاج وهو مسطرة بمثابة مسطرة للكاتب باسم، لكن عندما أوردت كلمة من القرآن الكريم وذكرتها رحمة وقلت إنها تكتب بالتاء المفتوحة، نعم هل هذا يدل على أن الرسم متأخر؟
عن خط القرآن الكريم أو عن حروف القرآن الكريم، يعني أن الرسم هذا الذي نحن فيه هو جاء بعد أن كتب المصحف، ولذلك لما جاء هؤلاء الذين وضعوا قواعد الخط والإملاء اصطدموا ببعض الحالات، فتركت بعض الحروف كما هي مثلا، والقارئ الآن أحيانا يلحن في أحيانا مثلا بعض الكلمات لا يستطيع قراءتها، خاصة إذا كان المصحف قديما، مصحف مكتوب بالخط القديم. شكرا جزيلا القائمين على هذه المنصة الرائعة، وكل المشرفين على هذه الأمسية السعيدة الختامية، بارك الله فيكم، جزاكم الله عنا كل خير، وجعل كل هذا في ميزان حسناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذنا الفاضل على هذه المداخلة. لكل مصطلح من المصطلحات الخاصة بالإملاء هي تدل على دلالة معينة، فالتعبير الكتابي كما ذكرت حضرتك هو أقرب إلى اللغة العربية وعلوم اللغة العربية من صرف ونحو ودلالة وصوت. الإملاء طبعا مأخوذة من أملى يملي، إذا أملى شخص على شخص آخر بالكتابة فلذلك سمي إملاء. والرسم هو لأن الكاتب حينما يكتب يرسم، كلها تدل على كتابة الكلمات العربية، مجرد مصطلحات لهذا العلم، نقول لهذا الفرع من فروع العربية الذي يعد مكملا للمستويات الأربعة: الصوت والصرف والنحو والدلالة. فلا يمكن أن نقول أن هذه كلمة إملاء لا تدل على الإملاء والتعبير الكتابي يدل. ممكن هناك دلالة للإملاء لا توظفها مثلا التعبير الكتابي، لكن أقول لك يا حضرتك التعبير الكتابي هي أقرب إلى اللغة العربية، حتى يكون هناك تعبير إنشائي وهناك تعبير كتابي وهناك تعبير وظيفي وهناك تعبير مفهم. كثير من هذه الأنواع هي كلها تتعلق بطريقة كتابة، لو عرفناها كلها تعود إلى مسألة كتابة الكلمات. نأتي الآن إلى ضبط الأمر، بنية الحرف، العفو، في فعل الأمر هي موجودة في المعجمات، نحن لا نأتي بقاعدة حتى ينطق، هي هكذا رسمت، نحن لدينا موزن وباب من أبواب اللغة العربية، ولدينا ميزان صرفي يحدد هذه الكلمة. فحينما تحدد بناء الكلمة أو عين الحرف من هذه الأفعال من الأبواب الستة التي حددها العلماء، من فتح ضم فتح كسر فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان، هذه هي التي تحدد، وعلى أساسها حينما يفصل المعجم الفلاني يقول الفعل كتب يكتب اكتب، هذا هنا اكتب، هنا الحرف اللي بعد همزة الوصل هو أصلا ساكن، التاء في اكتب، في اكتب هنا التاء مضمومة، لماذا؟ لأن كتب تاء مفتوحة مضارعه يكتب، لأنه من الباب الأول باب نصر ينصره. فإذا هنا لا توجد، لا يمكن أن نضع قاعدة للطالب يحفظ أو على أساسها يقيس نطق للفعل، فعل الأمر. فهنا هي همزة وصل، ضابط رسم، ضابط معرفة همزة الوصل ذكرته في المحاضرة هو أن نضع حرف الواو، واكتب واقرأ وادرس، كلها تكون تبين أن هذا، أن هذه وصل، وممكن يكون قطع وأقرأ وأكتب وأدرس وهكذا. أما بالنسبة لسؤالك عن كلمة هيئة، هنا قلت في المحاضرة أنا هيئة الرسم الصحيح، لماذا؟ لأن الياء ساكنة مسبوقة بفتحة، الهاء هيئة ساكنة مسبوق بفتحة، فهي ليست حرف مد وإنما نصف مد، نصف صائت، نصف علة، حرف لين، فلا يمكن أن يعد هو ياء مدة طويلة حتى نطبق قاعدة أنه متى ما كتبت، متى ما جاءت الهمزة مسبوقة بياء، هذه الياء ما أي ياء، ياء المدية طبعا، وهنا ليست ياء مدية.
فهم هم يعني من كتبها من رسمها على كرسي الياء عد هذه الياء ياء أخت الياء المادية، وإنما هذه الياء هي نصف مد. كذلك سألتم عن كلمة مئة، أقول لكم الرسم الصحيح لكلمة مئة وإن كانت موجودة في الرسم القرآني أو موجودة عند من ألف مثلا مكتوبة ماء، أقول لكم كانت رسم الكلمة ماء قبل الترقيم قبل التعجيم، كانت ماء حتى يفرق بينها وبين فئة وفيه ومنه، هذه كلها وبين مئة، لذلك توضع هذه يوضع هذا الحرف للفاصل، لكن الآن من الخطأ أن يكتب 600 بل تكتب 600 ومئة، لأن الخطر في فهم الكلمة ذهب بوجود علامات الترقيم ووضع كتابتها فلا نحتاج إلى الألف. تاريخ الرسم سألتم عن تاريخ، يعني مسألة أنه هل هو سابق، وطرقتم على كلمة رحمة، أقول لك يا أستاذي ولي الجميع أن لا يوجد تأخر ما بين من كتب القاعدة وما بين مسألة رسم القرآني، الرسم القرآني والكلام ونص الله سبحانه وتعالى كلام معجز، هو في حد ذاته معجز، فرحمة الله حينما ذكرها الله سبحانه وتعالى ورسمت بالتاء الطويلة على أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة مفتوحة، لو كتبت بالمغلقة لأعطيت دلالة أخرى بالمسألة أنها أن رحمة الله سبحانه وتعالى مقيدة، وحاشا لله سبحانه وتعالى أن تكون مقيدة، فلم يكن هناك صدمة ممن كتب القواعد الإملائية، لا تبقى الرحمة إن كانت وصف هي بالتاء المربوطة، لكن خص الرسم القرآني بهذه المعجزات بهذه المزيات الرائعة لبيان دلالة. لدينا كثير من الكلمات، يعني لا نحددها فقط بكلمة رحمة، انظر إلى مخالفة الرسم القرآني، لا نقول مخالفة، إعجاز الرسم القرآني باختلافه عن الرسم الطبيعي أو القواعد الإملائية. عد إلى محاضرة من هذه المحاضرات عبر مواقع التواصل، ستجد الروايات الرائعة ببيان معجزة الله سبحانه وتعالى. فرسم القرآن الكريم في غير موضع رسم طبيعي يعني بحسب القاعدة، وفي موضع آخر أراد بيان دلالة معينة فرسمها رسما مخالفا. السلام عليكم، أتمنى أكون قد أجبت عن أسئلتك دكتور أحمد، أنتظر سؤالا آخر. نعم دكتورة، هل هناك مداخلة؟ نعم دكتورة، أعتقد مداخلة أستاذ حساب بن BEN، تفضل. الصوت غير مسموع. أعتقد يعني بإمكانك فتح المايك، تفضل أستاذ أو أستاذة لا أعلم. نعم مقطع غير واضح. السلام عليكم. فقط وعليكم دكتورة شكرا جزيلا على المحاضرة القيمة، استمتعنا صراحة واستفدنا كثير. للأسف الصوت غير واضح، إن كنتم تسمعونني. نعم دكتورة، نأخذ تفضل. مداخلة
مداخلة أخرى؟ الدكتورة ثمينة، تفضلي نعم. دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا حياك الله. جزيلا دكتورة لمياء على هذه المحاضرة القيمة، فعلا يعني كنا بحاجة إلى سماع هكذا ملاحظات وهكذا قواعد نحتاجها كثيرا في تصحيح الأخطاء التي نقع فيها نحن وطلابنا. لدي مداخلة نعم. دكتورة إذا سمحتي، في عندما تحدثتي عن يعني همزة الوصل في لفظة ابن، وقلت نعم. تحذف ألف ابن يعني عندما تقع بين اسمين علمين. علمين. نعم. نعم، لكن عندما نقول الحافظ ابن كثير نعم. أو الحافظ ابن حجر، هل تثبت همزة ابن كونها بين نعم صفة؟ نعم هنا لا، والحافظ أنت نعم تقول، أنت عفوا، أنت تقولين الحافظ وتعرفين بالحافظ، فيجب أن تثبت. نعم نعم هنا وبين علم، لأنه دكتور يعني الحافظ أصبحت منقولة للعالمية، يعني هي صفة لكنها أصبحت منقولة للعالمية، فالمعروف أن همزة ابن تثبت لكن إذا هنا وقعت بين لكن صفة هنا وأعلى. لكن عفوا، لكن هنا هي صفة له، الحافظ نعم ليس نعم اسمه حافظ. لو اسمه حافظ لسقطت الهمزة. نعم نعم. هل شكرا عرفتم دكتور. لماذا نعم حذفت دكتورة، ال... أكو سؤال آخر إذا سمحتي. نعم. عندما تقولين يعني في يعني في الكلام، يقسم الكلام إلى ثلاثة أقسام، يعني إلى أم على، يعني هذا الاختلاف بين حروف الجر إلى وعلى. كلاهما مستعمل وكلاهما صحيح. لا يمكن نعم، تخطئ يعني على حاجة. ماكو فرق بالاستعمال، لأنه دائما إحنا نقف على هذه الأمور. هو نحن حين نقسم إلى، فكل قسم ينتهي بنهاية على، نحن حوطنا هذا الشيء، فكلاهما صحيح فلا ضير. الفرق إلى انتهاء غاية وعلى الفوقية، فكلا نعم المعنيين واحد وكلاهما صحيح ولا ضير في استعمالهما. نعم دكتورة، في كتابة رحمة بالتاء، يعني هل ممكن أن نقول إنها كتبت على الأصل؟ لأنه يعني التاء عند العلماء هي الأصل، يعني علامة التأنيث لديهم. علامة التأنيث التاء المربوطة، ولا على هي أي التاء المربوطة؟ نعم، لا لا، يعني هي علامة التأنيث في الأسماء أولا، ثم بعد ذلك نعم جاءت في الأفعال. هي في الفعل المضارع في البداية، وفي نعم الفعل الماضي في النهاية تاء التأنيث الساكنة، لكن في الأصل هي في الأسماء تاء مربوطة، فلا يمكن أن نقول هكذا. لا، هي يعني جاءت بدلالة على أن الرحمة مفتوحة غير مغلقة. نعم. إذا لم يكن هناك مداخلات، ننتقل إلى الأستاذ، لأن نعم الوقت داهمنا. نعم بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك، ونشكر أيضا الحضور الكرام الذين تفاعلوا مع هذه المداخلات واستفساراتهم أيضا القيمة، لكل من شاركنا وحضر معنا الشكر الجزيل، ولكم أيضا سعادة الدكتورة لمياء على هذه المحاضرة القيمة والنافعة، جزاكم الله كل خير وتقبل منكم صالح الأعمال، شكرا جزيلا دكتورة. والآن أعطي الكلمة للأستاذ بلال البراق، تفضل أستاذ بلال، معكم الصلاحية. بارك الله فيكم أستاذة صفاء، وبارك في الأستاذة فضيلة الدكتورة لمياء على هذا الشرح وعلى هذه الإجابة عن جميع هذه الأسئلة المقدمة. الآن نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الدورة التدريبية، وبهذه المناسبة في طيلة هذه الأيام الخمسة، وهذا هو اليوم الختامي بهذه المناسبة الجميلة، الأستاذة المنسقة هذه الدورة ورئيسة قسم الترجمة والتدقيق اللغوي فضيلة الدكتورة أميرة زبير سمبس لها كلمة ختامية لهذه الدورة، فأحيل لها الكلمة، أحيل لفضيلتها الكلمة مشكورة مأجورة. تفضلي أستاذتنا الفاضلة دكتورة أميرة. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. وأزكى صلوات الله وتسليماته على المبعوث رحمة للعالمين، نبي الرحمة وإمام الهدى، سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأساتذة الأفاضل، الأستاذات الفضليات، أيها الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن اليوم نختتم فعاليات الدورة التدريبية، بعد أن تنزهنا في رياض العلم والفكر وأروقة التدقيق اللغوي على مدار 5 أيام، وبتوفيق من الله ثم بتكاتف نخبة من الأساتذة الأجلاء، تحقق لنا ما نروم ونريد في كل صعيد، ونرجو أن تتجدد المؤازرة والتأييد من الأساتذة والباحثين المنضوين تحت لواء منصة أريد. عرفنا وتأكدنا أن التدقيق اللغوي للنصوص والكتابات لا يقل أهمية عن عمل الكاتب والمؤلف، بل يجب أن يهتم بالتدقيق اللغوي، لما للتدقيق اللغوي من أهمية كبيرة في الحفاظ على جودة النصوص ومستواها التي كتبت به، وكذلك الاحتفاظ بمكانة اللغة الأدبية والعلمية بين غيرها من اللغات الأخرى في المحافل الدولية. التدقيق اللغوي للنصوص يعمل على التقليل من الأخطاء اللغوية التي من شأنها أن تقلل جودة النصوص المختلفة، فيجب أن تدقق النصوص في وفق أسس علمية صحيحة تضمن الارتقاء بالنصوص والمحافظة على سلامة اللغة ومكانتها بين الناطقين بها. ومن الأسس التي يجب أن تراعى في التدقيق اللغوي للنصوص، يجب أن يقسم النص الذي يدقق لغويا إلى فقرات صغيرة وتدقق بشكل منفصل لتجنب وقوع المدققين في أي أخطاء نتيجة ضعف التركيز. القراءة المتعمقة للنص الذي يدقق لغويا لكي يتعرف المدقق على أسلوب الكاتب والفكرة التي يريد الكاتب إيصالها من خلال كتابة النص، من عبر كتابة النص. القراءة المتأنية للنصوص لكي يتمكن المدقق من اكتشاف أكبر قدر من الأخطاء اللغوية الموجودة في النص. يجب أن يعمل المدقق بتركيز عال، لأن التدقيق اللغوي عمل دقيق جدا، ويحتاج إلى أن يبذل المدقق جهدا في البحث عن الأخطاء اللغوية، كذلك تحديد التصحيح المناسب لهذه الأخطاء. وفي الختام، يطيب لنا بالنيابة عن إدارة منصة أريد أن أقدم شهادات الشكر والتقدير للأساتذة الأفاضل والأستاذات الفضليات الذين اشتركوا في إلقاء محاضرات هذه الدورة مع انشغالهم بأمور الامتحانات في جامعاتهم، وهم سعادة الدكتور فادي صقر عصيدة، وسعادة الأستاذ الدكتور صالح فليح المذهان، وسعادة الأستاذ مساعد الدكتورة أميرة زبير سمبس، وسعادة الأستاذ المساعد الدكتورة لمياء عبد الله الشمري، وسعادة الدكتور بدر الدين الزيتي، وسعادة الأستاذ بلال البراق. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونلقاكم في فعالية جديدة قادمة من فعاليات قسم الترجمة والتدقيق اللغوي في منصة أريد العلمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم سادتنا الفاضلة على مسك الختام. الآن أحيل الكلمة إلى فضيلة الأستاذ عدنان قلعجي ليقدم شرحا تفصيليا لكيفية الحصول على الشهادة وعمل المنصة. تفضل أستاذ عدنان. أستاذ عدنان، نعم، بارك الله بكم أستاذ الفاضل أستاذ بلال البراق، والشكر موصول أيضا للأستاذة صفا على التقديم وإدارتكم
لهذه المحاضرة الرائعة وهذه عفوا لهذا اليوم التدريبي. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وأيضا الشكر موصول لسعادة الأستاذ الدكتور لمياء عبد الله الشمري على هذه اللآلئ التي أتحفتنا بها في هذه المحاضرة الرائعة. فبارك الله فيكم وزادكم الله علما وتواضعا، ونسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناتكم. عفوا. أحبتنا الكرام، سنقوم اليوم بإذن الله بشرح طريقة الحصول على الشهادة لمحاضرة اليوم، وأيضا الحصول على الشهادة لمحاضرة للدورة التدريبية كاملة. نعم أحبتنا الكرام، نقوم سويا إن شاء الله بالدخول إلى محرك البحث جوجل وكتابة منصة أريد العلمية في خانة البحث، فتظهر لنا هذه الصفحة كما تشاهدونها أمامكم، وهذه بعد عملية التحديث التي قمنا بها ولله الفضل والمنة. نعم أحبتنا الكرام، للأعضاء المسجلين في منصة أريد فبإمكانهم فقط الضغط على تسجيل الدخول فمباشرة ينتقلون إلى الصفحة الرئيسية للمنصة. أما بالنسبة للأعضاء الجدد الذين لم يلتحقوا بعد بركب المنصة فبإمكانهم الضغط على تسجيل الدخول أو تسجيل حساب جديد عفوا، وبعدها ينتقلون مباشرة إلى الصفحة الخاصة بالتسجيل، ويتطلب الأمر بضع معلومات بسيطة كالاسم باللغة العربية والإنجليزية وبريد إلكتروني فعال وتأكيده، وكذلك كلمة المرور وتأكيدها واختيار الدولة التي نحن فيها، ومن ثم الضغط على زر التسجيل. بعدها تقوم المنصة بإرسال رسالة التأكيد لبريدكم الإلكتروني، وبمجرد الضغط على الرابط تصبحون أعضاء رسميين إن شاء الله في منصة أريد العلمية. وهنا أيضا في أعلى الزاوية تشاهدون شرحا مبسطا لعملية التسجيل وهي مرفقة بفيديو خاص. نعم أحبتنا الكرام، بعدها ننتقل مباشرة إلى ما يسمى بالحائط للمنصة أو الصفحة الرئيسية لها، وتشاهدون في الطرف الأيمن للشاشة نظام عليم. نعم أحبتنا الكرام، تشاهدون نظام عليم، نقوم بالضغط عليه فننتقل مباشرة إلى أقسام نظام عليم والتي تشاهدونها أمامكم، نختار منها المحاضرات القادمة وننتقل مباشرة بعدها إلى جميع المحاضرات التي قدمت وستقدم إن شاء الله. أرجو التركيز معي هنا بعض الشيء حتى نقوم بتفصيل الحصول على الشهادة. فلمن أراد الشهادة لهذه المحاضرة فقط فبإمكانه الدخول على رابط المحاضرة، وهي القواعد الإملائية وعلامات الترقيم، وهي برسوم رمزية قدرها 5 دولار فقط. وهذه أيضا كما عودناكم في المحاضرات التي فاتت جميعها برسوم رمزية قدرها 5 دولار، ولكن لمن لم يحصل على أي من هذه الشهادات فبإمكانه الضغط على الدورة التدريبية ما لا يسع المدقق اللغوي جهله، وهي تكفي عن هذه الأيام الخمس، فهذه برسوم رمزية مأجورة قدرها 20 دولارا فقط. نعم أحبتنا الكرام، من أراد الحصول على هذه الشهادة أو هذه الشهادة بالنسبة لمحاضرة اليوم أو الدورة التدريبية كاملة، ننتقل بعدها إلى الصفحة الخاصة بالمحاضرة أو الصفحة الخاصة بالدورة التدريبية كاملة، ونقوم بالتسجيل فيها ومن ثم تحديث الصفحة، فتظهر لنا إصدار الشهادة باللغة العربية وكذلك باللغة الإنجليزية كما تشاهدون للصفحتين سوية. بالنسبة للأعضاء الذين يمتلكون العضوية الاحترافية فبإمكانهم تحميل الشهادة مجانا، وهذه الصفحة تشاهدونها في جميع اختيارات الشهادة سواء للغة العربية أو الإنجليزية، فبمجرد الضغط على تحميل الشهادة الإلكترونية سيتطلب الأمر بضع ثوان إن شاء الله، ونقوم بعدها بتحميل الشهادة وهذا النموذج الخاص بها. هذا النموذج خاص بالمحاضرة لليوم، وهذه بالنسبة للغة العربية، وهذا النموذج بالنسبة للغة الإنجليزية. أما الدورة التدريبية كاملة فهذا النموذج أيضا وتشاهدونه باللغة العربية والإنجليزية. نعم أحبتنا الكرام، أيضا الرابط الذي تم وضعه في الشات للكتاب الذي أهدي من قسم التدقيق والترجمة في المنصة،
تم وضعه، وهذا هو الكتاب. بمجرد الدخول على المكتبة الرقمية يشاهدون جميع الكتب، ونختار منها كتاب ما لا يسع المدقق اللغوي جهله، ويمكنكم تحميل الكتاب مجانا. وبالنسبة للأعضاء الذين لا يمتلكون العضوية الاحترافية ويريدون تعبئة الرصيد، فلكل عضو من أعضاء المنصة توجد في صفحته الخاصة علامة الزائد في أعلى الشاشة. مجرد الضغط عليها ننتقل مباشرة إلى صفحة تعبئة الرصيد، وهناك عدة طرق لتعبئة الرصيد، منها عبر شركاء الحوالات المالية والويسترن يونيون أو الباي بال والبطاقة الائتمانية وغيرها من الطرق. ويوجد أيضا فيديو لعملية تعبئة الرصيد، شرح لعملية تعبئة الرصيد. أيضا أحبتنا الكرام، بإذن الله سوف نقوم برفع التسجيل لهذه المحاضرة على الصفحة الخاصة بالمنصة على اليوتيوب، وإن شاء الله هذه هي الصفحة الخاصة للمنصة، وتشاهدون أيضا فيها جميع المحاضرات التي سجلت. هذا اليوم الرابع، وهذا اليوم الثالث، هذا اليوم الثاني لهذه الدورة، وهذا اليوم الأول. نعم، بارك الله فيكم، والكلمة الختامية مع أستاذنا الفاضل أستاذ بلال البراق، فتفضل، بارك الله فيك. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم أستاذ عدنان على هذا الشرح المفيد وهذه الجولة المهمة في منصة أريد، وهذه المعلومات الموجهة والمفيدة لمن يرغب في الحصول على الشهادة وطريقة عمل المنصة وكل ما يتعلق بها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الدورة. سعدت حقا بصحبتكم، بصحبة الأستاذ عدنان، بصحبة الأستاذة صفاء، بصحبة الأساتذة المحاضرين جميعا، الأستاذ فادي، الأستاذ صالح، الدكتورة أميرة والدكتورة لمياء. لا ننسى كذلك أستاذنا الفاضل الدكتور بسام الذي قلوبنا معه، كان بودنا أن نستمتع وبمحاضرته، لكن دعوات قلوبنا معه ودعواتنا له ولإخواننا في فلسطين بالفرج والنصر. هذه الدورة بطبيعة الحال ليست هي خاتمة الدورات، هي فاتحة الدورات بحول الله. رجاؤنا أن يكون ما قدم مفيدا وأن يكون نافعا لجميع الباحثين، لجميع المهتمين، لجميع الراغبين. لا أطيل على حضراتكم، لكم مني أخلص الدعوات وأصدقها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياكم الله.